ريم فهد الربدي، محلل مالي في قسم العمليات الاستثمارية. انضممت لصندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر من عام 2017 ضمن فريق العمليات الاستثمارية في بداية نشأته، بما مكنني على العمل على جميع الاستثمارات المحلي منها والعالمي. بيئة العمل في صندوق الاستثمارات العامة هي بيئة متعاونة محفزة للمبادرات، سواء كانت مبادرات استثمارية، إدارية أو حتى اجتماعية. كوني جزء من مجتمع صندوق الاستثمارات العامة، تم إتاحة العديد من الفرص لي ولزملائي بحد سواء، بأن نكون مشاركين أولين ومباشرين في مشاريع استثمارية ضخمة رؤية نتائجها بالأرقام وعلى أرض الواقع، يمنح الشعور بالفخر والاعتزاز، لا سيما بالتزامن مع استضافة المملكة لمجموعة العشرين. أمالي لمستقبل المملكة لا حدود له، ورؤية ما تم تحقيقه بمدة زمنية قصيرة يمنح الشعور بالفخر والحماس لتقديم المزيد. عملي في الذراع الاستثماري لهذه الرؤية ساعدني على الاطلاع بشكل أوسع وأكبر على صناديق الاستثمار وتنوع مجالاتها، بالتحديد الحديث منها مثل استغلال التكنولوجيا في الزراعة والصحة، والاستثمار في عالم المحركات الكهربائية مثل فورمولا إي، لوسيد، وهي من ضمن الاستثمارات الرائدة في صندوق الاستثمارات العامة، ومما يجعل المواطن السعودي والمملكة بشكل عام في مصاف الدول الأولى والرائدة في هذه المجالات عالمياً.